عن قضية الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شخص يتهجم عليه أكثر مما يتهجم على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا ماشي غير مقاول، طبعا نتحدث عن هذا ونرفضه ونشجبه، ولكن لماذا؟ لأنه لا يوجد عظيم أطر في التاريخ وصنع في التاريخ ما صنعه محمد صلى الله عليه وسلم. ما كاين شخص غير الأنفس والمجال وكل ما حل مثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء الذين لهم حقد دفين على هذا الرجل العظيم، هذا الشيء اللي كاين. هؤلاء ديانات كانت مسنودة بأمبراطوريات تحميها بالسلاح وبالقوة وبالمال، ثم تقهقرت حينما جاء هذا الإسلام. أي إسلام؟ هذا الذي تنهار أمامه أمبراطورية الرومان. أي إسلام هذا الذي ينهار أمامه أمبراطورية كسرى، الذي كان يحسب بآلاف السنوات إيوان كسرى الذي انهد. منذ متى بدأ دولة كسرى والأكاسرة؟ انتهت. وكل الأنظمة السياسية التي كانت موجودة تغير، لم يعد منها، لم يبقى منها نظام واحد. سمعتم عن مصر، سمعتم عن شمال إفريقيا، سمعتم عن كل العالم، تغير بمن؟ بشخص واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك طبيعي أن يخاف الناس مما بقي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يخافون من الإسلام، ويقولون الذين يظنون أن الإسلام توقف أخطأوا. الذين قالوا الإسلام توقف لما خرج المسلمون من الأندلس أخطأوا. يقول الإسلام توقف في الأندلس، وبدأ قبل أن يتوقف الأندلس كانت قد فتحت له باب في 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 تركيا، في إسطنبول. وسقوط إسطنبول تعرفون ليس هناك من كارثة على المسيحيين أكثر من سقوط إسطنبول. وهذا الإسلام الآن ينبعث من جديد في صيغ جديدة. الشباب الراجع إلى الدين، هذه القنوات، هذه الفضائيات، هذا الإنسان، تعرفون هذا اللي يقول لك الفينق. الفينق يتصور الناس، فينيكس حيوان يخرج من الرماد. كان الناس يقولون إن الإسلام انتهى في بلاده، أما في بلادهم انتهى منه. لكن الإسلام الذي دخل إلى أوروبا في العشرينات، أوروبا دخل فيها الإسلام في العشرينات أو قبل قليلا، والناس كانوا يأتون وكانوا يساقون ليعينوا فيما بعد الأوروبيين على الدفاع والمحاربة النازية. كان الإسلام ضعيف تقريبا، لا وجود له، لا وجود له. كان الناس ما يعرفوش شي حاجة كبيرة. المغاربة بنوا مسجدا، والمسجد الذي بناه مولاي يوسف سانكير وتركوه، ما كانش عندهم. الآن مسجد شيء آخر، المساجد تتكاثر، المنابر تتعالى، الطلبة الذين يحفظون القرآن يكثرون، النساء أصبح لهن وعي ديني، أصبحت المظاهر الدينية لافتة للنظر. إذن يقولون هذا حينما يؤخذ بمقياس الزمن معنى أن الإسلام يعود من جديد، ولكن بطريقة أخرى، لا يعود لا بالمقاتلين ولا بالمحاربين، وإنما يعود بالثقافة الإسلامية. ولا أحد يستطيع أن يمنع الثقافة الإسلامية عابرة للقارات، تمر فوق البحار، الصوت الإسلامي يمر ويستقر، وتجد الناس بعد ذلك يتحولون إلى الإسلام بكيفية عادية وطبيعية، ولذلك يحجمون بناء المساجد وبناء الصوامع، ويعرقلون على اعتقاد أنهم سوف يمنعون التوسع. أي كلما كثرت المساجد معنى ذلك أن المسلمين كثروا، لا يمكن أن تكثر المساجد من غير أن يكثر المسلمون. فلذلك يتخوف هؤلاء، وهذا التخوف هو الذي يجعلهم يقدمون على هذه الحماقات، ليجعلوا هذا الشخص مبغضا لدى شبابهم على الأقل، حتى لا يفلت منهم الشباب. يريدون تصوير صورة شائهة لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى لا ينضم إليه الشباب. منهم لا يقصدون بالدرجة الأولى، هم يعرفون أن الأمة الإسلامية أمة ملتهبة، أمة لا تفاوض على قضية على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يريدون أن يعطوا هذا، لعل هؤلاء يتوقفون حتى لا
ولكن هذا الذي فعلوه هو جزء مما أراد الله أن يكون إن شاء الله سببا لانتشار الإسلام في تلك الأرض، لأن هؤلاء جعلوا الإسلام قضية، فعل الإسلام أصبح قضية. كنا نقول المسلم، شوفوا المسلمون مسيحيون، لو كتب الناس عن 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 عيسى مثلا، نحن نمجد كل الأنبياء ونقول بأنهم معصومون، لو كتب المسيحيون عن عيسى لما وقعت الضجة. لماذا؟ يقول لك أننا نؤمن بالحرية، حرية التعبير. ها احنا لو كان يدير شي واحد يدير لك عيسى، يديرنا عيسى ولا مريم ما نقولوا والو، وراهم داروها وحنا ما قلنا والو. تعرفوا علاش؟ لأن ما عندكمش كاع مفهوم الدين، ماشي لأنكم عندكم الحرية، لأن الدين لا وجود له. نحن عندنا شيء آخر، مفهوم آخر للدين. فلذلك من مس محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزعجنا ولا بد أن يؤذينا. أما أنتم أصلا ما عندكم علاقة لا بعيسى ولا بغير عيسى. فإلا واحد ضحك على عيسى ولا ضحك على موسى ولا ضحك على بحال يضحك على فرعون بحال بحال، ما أصلا ما أنتم مش مرتبطينش بهم، إحنا مرتبطين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بيننا وبينه، ماشي لأنكم تؤمنون بالحرية، لأنكم لا صلة لكم بالأنبياء أصلا، وبالتالي فهذا الأمر لا يزعجكم. أما نحن فأمر آخر. ولكن هذا طبعا كما قلت الأشياء لا تقرر في اللحظة، الأشياء حينما تقع الآن لا تكون نتائجها في تلك اللحظة، سيأتي الزمان ليكتشف الناس أن هذا الإسلام عظيم، وسيأتي أناس آخرون ليسألوا لماذا هذا الهجوم على محمد، وما سر العظمة في هذا الرجل، وكيف غير، ولأنهم أصبحوا الآن يجدون أن مجموعة من المؤلفات تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم على أنه الأول من العظماء، هذا يخيفهم، ولذلك يقومون بهذه الأشياء السخيفة الساخطة الهابطة، والتي يجب أن تحولها الأمة الإسلامية إلى فرصة لتبصير الناس بمكانة محمد صلى الله عليه وسلم.